بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. هناك تعليق مختار ظريف على مقطعنا المعنون بعنوان: هل نزوج الوهابي إذا خطب عندنا؟ يعني واحد من الفقه الوهابية خطب عند أهل السنة والجماعة الأشعرية أو الماتريدية، هل يزوج أو لا يزوج؟ فصلنا القول آنذاك. هنا أحد الإخوة المعلقين يقول: وأخس وأخطر أنك تتزوج واحدة وهابية. يا هكذا إلهي، يا إلهي، راح تحس بأنك قاعد بين كفار قريش. نكد وضيق ولعب دور مريم العذراء، يعني هي مظلومة في وسط هؤلاء الكافرين. والله أحذركم، حتى رجال الوهابية اللعابين لما يتزوج وحدة وهابية بعدين ناخذ عليها ثانية وثالثة ورابعة، بس رب العالمين كتب عليه النكد لأنه نكد وهابي. طبعا تعليق ظريف، نحن نتعامل مع الأمور بجدية. التيار الوهابي النسائي بلا شك هو أخطر من الرجالي، وهذه الظاهرة رأيناها حينما كنا في مصر. الرجل يذهب ويسافر، يمشي يأخذ ويعطي، أما المسكينة هذه فعقلها مثل قفل، تجلس في البيت وتستمع أشرطة. أيام الأشرطة في أيامنا آنذاك كان أشرطة كاسيت، الآن تحت مشايخ اليوتيوب صباح مساء، وتأخذ كلامهم تعبدا على أنه الدين. قبل فترة واحد، لعلنا علقنا على هذا في بعض التسجيلات، واحد من الإخوة أرسل لي صورة منشور لواحدة داعية وهابية على فيسبوك تنصح أخواتها المؤمنات، تقول لهن: إياك أن تظني أن الزوج، يعني تنصحها حتى تلطف علاقتها مع زوجها، إياك أن تظني أن الزوج هو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو بن باز أو الألباني، يعني قد لا يكون كذلك، فعليك أن تصبري وأن تحتسبي، هو ليس مثل أبي بكر وعمر ومثل بن باز الألباني. نعم فعلا، طبعا النساء شقائق الرجال، ولا فرق بين امرأة ورجل إلا بالفروق الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى، أو بالتقوى يعني في العمل. فنحن لا يمكن لنا أن ننتقص بالنساء، بل وجدتم، والله هذا حقيقة، والله هذه حقيقة، يعني امرأة وجامل من طالباتي من هي تفوق كثيرا من الشباب في الدعوة في العلم وفي التمكن في بحث العقيدة، هذا حقيقة. وكل ما أكلف واحدة منهن ببحث من الأبحاث يأتي على أكمل وجه وأتمه. فالإنسان لأنه هذا رجل وهذه امرأة، هذه النظرة نخرجها، ولكن موضوع الزواج بالذات والانتباه في بلاد الوهابية. البنت هذه عموما، نحن لا نفضل النشاط الدعوي النسائي، نحن لا نفضله، نفضل أن يكون تحت الأنظار ليس في الخفاء، عندها اجتماع ولا تبالي بزوجها ولا برضا زوجها، سواء صوفية أو وهابية، هذا رأيناه. النشاط الدعوي السري هذا نرفضه تماما. أما دعوة على العلن، امرأة صالحة تدعو النساء، هذا حسن، ما في عندنا مشكلة أبدا فيه، بل هذا على نهج عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلى نهج يعني فقيهات الإسلام ومحدثات الإسلام وما أكثرهن، في ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني أكثر من 50 امرأة
تلقى عليهن العلم. والحافظة الولية الصالحة زينب بنت الكمال المقدسية، هذه قرأ عليها كبار الحفاظ، قرأ عليه الحافظ المزي، وقرأ عليه الحافظ الذهبي، وقرأ عليها ابن كثير، وقرأ عليها كثير من علماء الإسلام. فقضية الذكور والأنوثة لا مدخل لها، ولكن يغلب على هذا الصنف من الناس، طبعا الدين عندهم عبارة عن لباس وأحكام حوالي 100 لابد أن تحفظها وأن تتقنها، بعد ذلك يعني الأمر هين. الدعوة النسائية الوهابية أخطر بكثير من الدعوة الرجالية. لماذا؟ لأنها أخذت كل مساوئ الوهابية الرجال وأضافت إليها التقوقع والإغلاق. هي في بيتها لا تخالط، لا تجد وسيلة أخرى. وهؤلاء الجماعة كان لنا مقطع قديم اسمه قواعد تغليف العقل عند الوهابية. أنت على جهلك أيها الأخ أو الأخت، أنت موحد، وهؤلاء الأشاعرة والصوفية كلهم مشركون. نعم علماء، ولذلك الوهابية ما في هذه من نعم الله تعالى التي لا تعرفون فضلها، ربما نفردها بتسجيل خاص. وهي ماذا؟ أنه ما في واحد وهابي في الدنيا يستطيع أن يتهمنا بالجهل، ما أحد يستطيع أبدا. هل يوجد وهابي في العالمين يقول عن الشيخ علي جمعة مثلا إنه جاهل، أو الشيخ البوطي إنه جاهل، أو عن عبد الفقير، أو عن نحن تلاميذهم ونحن صغار جدا، ما يستطيعون يقولوا هذا. ولكن يقول لك مبتدع، يقول جهمي، يشتمك، ما شاء الله أن يشتم الشتام، لكن لا يستطيع أن يقول جاهل. لكن نحن بفضل الله سبحانه وتعالى أكبر رأس فيهم، نقول لو أنت جاهل، ونثبت ذلك بالحجة والبرهان، ونبدأ من علوم الآلة بدءا من أبيات ابن عثيمين التي ما فهمها من الألفية، وانتهاءا بابن باز والمهاترات والأخطاء الشنيعة التي يأتون بها. هذا ابن عثيمين كبير الوهابية، على لا نتعجل، سنفرد له تسجيلا خاصا. فإذا نعم، الزواج من وهابية قد يكون أسوأ من تزويج ابنتك لوهابي. لماذا؟ لأنها مغلقة تماما، ودعوة مغلقة ولا تقبل النقاش. يعني أحد الإخوة الفضلاء من إخواننا النجديين من الرياض، ممن يعني تاب وأناب ورجع بنشاط وعلم أنه كان مخدوعا، يتحدث لي عن عدد منهم الحقيقة، ليس واحدا والله، حتى لا أظلم، عدد من هؤلاء الإخوة يتكلمون عما يجي أحيانا في البيوت من نقاش بينهم وبين أمهاتهم، بينهم وبين أخواتهم، تجد الحجب الحجاب. يعني واحد يقول لي أختي طلبت مني شيئا، فقلت لها لن أقبل حتى تقرأ صفحة كاملة من الكتاب الفلاني من كتبهم، تصور. لكن لا تريد أن تحرج نفسها، مبدأ أغلق الشباك ولا تفتني، تحدثنا عنه في متسجيل سابق، مبدأ أغلق الشباك ولا تفتني، لا أريد أن أرى الحقيقة، أبقى على جهلي أحسن من أن أتنور. ولذلك حرصهم الشديد على عدم سماع الآخر، بخلافنا. لاحظ، نأتي بكلام شيوخهم ونقول لكم استمعوا كلكم، كل من يستمع إلينا، هؤلاء الآلاف المؤلفة التي تتبعنا، استمعوا إلى من شئتم، حتى لإبليس ذاته استمعوا إليه، وإنكم بإذن الله منصورون عليه. لماذا؟ لأنكم أهل ذكر، والذاكر يخاف منه إبليس، ما في عندنا مشكلة، تحاج إبليس وغير إبليس، إيش يعني؟ لا شيء عندنا. فكيف بتلاميذه الصغار؟ فكيف بصغار المبتدعة؟ انتبهوا على آبائكم، على بناتكم وأبنائكم، انتبهوا على هذا، انتبهوا على هذا حتى لا تخسروا هؤلاء الناس. حصلت مآسي عظيمة في بلاد الشام وفي غيرها حينما انتشر هذا الفكر، يأخذ أخته الصغيرة يلغمها، يضع فيها متفجرات ويرسلها هكذا ويفجرها عن بعد، أشياء يقف لها شعر الرأس.
وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ليس لك بأي حق بأي دين يفعل هذا الشيء. طبعا هو ليس وأد البنات، هو يظن جهاد وهي في الجنة الآن، أقنعها بكلمتين أنت في الجنة الآن واذهبي في هؤلاء المشركين اقتليهم، وعند ذلك ستدخلين الجنة مباشرة مع الحور العين. فانتبهوا جيدا قبل أن يقع الفأس على الرأس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.